هالمرة رح روح على الماضي لحالي، فكتير اشي بدي اعملها. بعد 20 ساعة اللي روح على الماضي انا رايحة ارتب شنطتي. ماما بديك شي، انا رايحة على المدرسة. ما عرفتي ماي كلمات امبارح؟ شو مستحيل، امبارح ما كان بو شي. ايه حبيبتي مات، وكنت وصيت تعطي هالورقة للمعلمة. يا الله مش عم صدق. انتبهي انتبهي، ممنوع تفتح الورقة. اوكي. ليش امي ما كان زعلانة لانه ماي كلمات؟ ليش ما خليتني افتح الورقة؟ هاي معلمتي. هاي ألما، عرفتي انه ماي كلمات؟ كيف عرفت المعلمة انه ماي كلمات وانا بعدني ما عطيت الورقة؟ انا حاسة في شي، لازم ارجع على الماضي واعرف كل الحقيقة. انا جاهزة. 3 2 1. شو صار؟ كم يوم انا رجعت؟ خليني اشوف تاريخ اليوم. بس يوم واحد؟ لازم راقب مايكل واعرف شو عم بيصير. هاي مايكل. سوري علما، بحكيكي بعدين، مشغول. دقيقة بس وقف، انت ليش بتوتر؟ شو في؟ لك قلتلك مشغول، بعدين بنحكي. اكيد مايكل وقع بمصيبة ما بده يقول لي اياها، لازم انا اكتشفها لحالي. اه هاي معلمتي، اكيد عندها علاقة بالموضوع. الما؟ يي شفتني. ايه مس، شو عم تعملي هون؟ مش لازم تكوني بالمدرسة هلا؟ بس بلا بس بلا بطيخ، بسرعة على الصف. اوكي طيب، لروح راقب امي لانه هي كمان كانت عم تخبي علي. ماما انا رجعت على البيت. ماما ماما امي ضاعت من البيت. لا لا لازم نلحق بسرعة. يا بشوف ماما، شو عم تعملوا بمايكل؟ ليش ربطينه هيك؟ الما شو عم تعملي هون؟ كيف جيتي؟ اها معلمتي كمان، بسرعة قولولي شو عم بصير. هيدا مايكل معه في نص سحر وفي 3 أمنيات. مايكل سكوت، خلينا نعرف نحكي مع الما. مش عم يعطينا ولا أمنية ولا عم يعترف وين الفانوس. أنا بعرف وين الفانوس، بس مش حقلكن أنا لتفللوا مايكل من هون. طيب وهلأ فكينا مايكل، وين الفانوس يا الما؟ مايكل هرب بسرعة. شكرا يا الما لأنك أنقذتيني، رح أعطيك الفانوس، بس انتبهي ممنوع تطلبي ولا أمنية سخيفة أو بايخة. أوكي. بتمنى يصير عندي كتير لعب. ياي! لا 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 لا. الما؟ من وين جبتي كل هاللعب؟ استخدمتي أمنية صح؟ ايه. وعديني ما بقى تستخدمي ولا أمنية إلا على الشيء الضروري. أوكي بوعدك.